استنكر وزير الخارجية السعودي عادل جبير ونظيره الأمريكي جون كيري التدخلات الإيرانية بالمنطقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي تلا اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالمنامة. وقال جبير إن الاجتماع استنكر محاولات إيران تهريب أسلحة لميليشيات الحوثي في اليمن، في الوقت الذي تحاول فيه دول المنطقة تحقيق تقدم في العملية السياسية باليمن. وأكد جبير أن الاجتماع استنكر كذلك التدخل الإيراني في شؤون المنطقة ومحاولات طهران تهريب متفجرات وأسلحة لدعم مجموعات في دول المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجية. عن استنكارنا لمحاولة إيران تهريب أسلحة سواء للحوثيين في اليمن أو غيرهم في الوقت الذي نحاول أن نحقق تقدم في العملية السلمية، كما استنكرنا تدخلات إيران في شؤون المنطقة ومحاولتها تهريب متفجرات وأسلحة إلى دول المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون. وأكدنا أن إذا كانت إيران تريد أن يكون لها علاقات طبيعية مع دول المملكة فعليها أن تغير سياساتها ونهجها وأن تلتزم بمبدأ حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في شؤون دول المنطقة وفي شؤون الآخرين، إذا والذي من شأنه أن يفتح الباب لعلاقات طبيعية أكثر مع إيران. ولكن إذا استمرت في سياساتها العدوانية واستمرت في تدخلاتها في شأن دول المنطقة فهذا يجعله من الصعب التعامل مع إيران. وخلال المؤتمر الصحفي الذي تلا اجتماع كيري مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالمنامة، أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دعم ووقوف بلاده مع دول مجلس التعاون في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وأشار كيري إلى أنه جرى في اجتماعات المنامة التحضير للقمة التي سوف تعقد بين قادة دول مجلس التعاون والرئيس الأمريكي باراك أوباما في الرياض في 21 من شهر أبريل الجاري. الرئيس أوباما يتطلع بشغف إلى القمة التي ستجمعه مع ملوك وقادة دول مجلس التعاون الخليجي للتأكيد على التزام أمريكا مع شركائها في الخليج وأيضا لدعم السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة التي شهدت تحديات على مدى السنوات القليلة الماضية. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن المجتمع الدولي ينتظر من إيران أن توضح مدى استعدادها لوقف أنشطتها التي تثير الشك في المنطقة، مدينا خطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن. ودعا كيري إيران إلى المساعدة على بناء السلام في إيران بدلا من الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى الحوثيين. وأشار كيري إلى تطابق في الموقف الخليجي الأمريكي في الملف السوري، حيث اعتبر أن مناقشة عملية الانتقال السياسي تعد اختبارا لجدية إيران وروسيا ونظام الأسد في التوصل إلى حل سياسي للأزمة. ندعو إيران إلى أن تثبت للعالم أنها تريد أن تكون عضوا بناء في المجموعة الدولية والمساهمة في السلام والاستقرار، خصوصا في إنهاء الحرب بسوريا وليس تكثيفها، إضافة إلى السلام في اليمن بدلا من الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي وهو ما يعيق تحقيق السلام.